مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى، حيث تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، هناك احتمال ضعيف لبعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة وأيضا الجنوبية الغربية من المملكة لفترات محدودة، خاصة في فترات ما بعد الظهر وما بعد العصر والمساء. والحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 41 والصغرى 27، المنطقة الشمالية الشرقية 44-32، والمنطقة الشرقية 43-29، والمنطقة الوسطى أجواء شديدة الحرارة 45-32، والمنطقة الغربية 39-32، والمنطقة الجنوبية الغربية 30-22 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، أيضا هناك احتمال ضعيف لأمطار متفرقة وزخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية لفترة محدودة وفي فترة ما بعد الظهر وما بعد العصر والمساء، وأيضا تصاحبها أجواء مغبرة خاصة قبل الهطول إذا حدث الهطول. والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 41 والصغرى 28، المناطق الشرقية الشمالية الشرقية 43-31، والمنطقة الشرقية أجواء شديدة الحرارة 45-30، كذلك شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 44-33، والمنطقة الغربية 41-32، والمنطقة الجنوبية الغربية 31-22 درجة مئوية. المنطقة الغربية 41-32 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة إلى شديدة الحرارة في المناطق الوسطى خاصة والشرقية والجنوبية الشرقية، وأيضا بقاء الاحتمال الضعيف لبعض الأمطار والأجواء المغبرة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 42 والصغرى 28، الشمالية الشرقية 44-31، والمنطقة الشرقية 45-31، والمنطقة الوسطى 45-30، والمنطقة الغربية 37-30، والمنطقة الجنوبية الغربية 30-21 درجة مئوية. يوم الأربعاء الأجواء أيضا تستمر حارة إلى شديدة الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 43-28، الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 46-31، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 47 العظمى والصغرى 33، والمنطقة الوسطى 45-33، والمنطقة الغربية 38-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمال بعض الأمطار أو زخات من المطر أحيانا 30-21 درجة مئوية. ويوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، الشمالية الغربية 43-28، الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 47-32، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 48-31، والمنطقة الوسطى 46-34، والمنطقة الغربية 38-31، وأجواء غائمة جزئيا معتدلة من حيث درجات الحرارة، وأيضا فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا، العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية. أيضا يوم الجمعة القادم استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة
شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 42-26، والشمالية الشرقية شديدة الحرارة 47-30، وأيضا شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية. العظمى المتوقعة في المنطقة الشرقية 38-48 والصغرى 30، والمنطقة الوسطى 47-33، والمنطقة الغربية 38-31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار أحيانا 28-20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، كل عام والجميع بألف خير، وإلى اللقاء.